تلقى العرض تلقى المهام الصندوق مجال المستخدمين إذا كان وزارة الأمن وتشغيل ضمان الاجتماع. الهدف من هذه الأرضية هو تمكين حاملي المشاريع من التسجيل ومتابعة الملف عبر الإنترنت وذلك بغرض توفير عناء التنقل إلى مصالح الصندوق. يتيح الولوج لهذه الأرضيات المتوفرة عبر الموقع الإلكتروني www.knac.dz. هذه الخدمة الإلكترونية تسمح بالاطلاع على جميع مراحل معالجة الملف من مرحلة إيداعه إلى غاية انطلاق المشروع، كما تسمح بتلقي رسائل تذكير ودعوات. وللاستفادة من مزايا هذه الخدمة يجب أن يكون بحوزتكم رقم شخصي تتحصلون عليه تلقائيا من مصالح الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بمجرد إيداعكم للملف.